السلام عليكم، مرحبا بكم في ولاية جيجل مبلغة الساحل الجزائري. هنا في ولاية جيجل استمتع بالطبيعة الخلابة والعذراء كما تشاهدون، طبيعة سحر الألباب، مناظر في قمة الروعة. هنا نتواجد بوادي دار الواد المعروف بوادي الكهوف العجيبة، لحظات ساحرة. ننصح جميع الزائرين بزيارة هذا المكان. او انت باقي شعقر فيه باقي مطير بابا كوب 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 ما تشهدش روحها واضح
ها ايوا والمقله وقاعد نحافظوا عليها باش ما تحرقلوش دراعها. لا ما نحرقلوش دراعها صافي. هذه هي لافيا. نرزك شوية. ويشرب اهو.